زي الفل، ومساءكم زي الفل برضو. اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده على الهوا مباشره والستات على النهار. مجموعه من الاخبار المتفرقه، ولكن في خبرين اهم من بعض. بس انا هقول الخبر اللي هو لسه النهارده احنا كل مصر بتتكلم عليه، فكره النتيجه بتاعت الثانويه العامه. النتيجة بتاعت الثانوية العامة فيديوهات كتيرة جدا بتتراوح ما بين ناس مزغرطة وبترقص في الشارع وفرحانة جدا جدا بولادها، وناس يعني بيقولوا حظ مش حلو المجموع الامتحانات. أنا يمكن أنا وسهير متفقين بالمبدأ ده من زمان، موضوع امتحانات ثانوية عامة ونتيجة ثانوية عامة. بصوا يا ولادي الحلوين، أنا عايزة أقول لكم كلمتين. لو جبت 98% ودخلت اكبر الكليات، اوعى تعتقد ان انت كده بقيت رئيس وزراء. لا، دي بدايه طريق ابتدى، بس محتاج مجهود علشان تبقى الشخص القادر على انشاء حياه وتبقى ناجح في الحياه، لان امتحان الثانويه عامه حاجه وامتحان الحياه حاجه تانيه. لو انت من الشخصيات اللي جابوا حاجة و60% وحط ايدك على خدك وشايف ان انت مش هتخش الكلية اللي كنت بتتمناها، بص يا حبيبي، النتيجة ودخولك الجامعة مش هو ده المقياس بتاع ان كنت شخصية ناجحة ولا لا. بمعنى كلامي ايه؟ بمعنى ان نتيجة الثانوية ان كان مجموع كبير او مجموع قليل او ما نجحتش خالص، مش هم دول اللي بيحددوا ان انت انسان ناجح. لكن بيحددوا الناجح او انه شخصية ملتزمة قادر على ان هو يخش اول حاجة في حياته ويكسب الجولة الاولى من 200 جولة جاية ورا، وممكن 300 جولة جاية ورا. عمر ما كان نتيجة ثانوية عامة او وجودك في جامعة متميزة او جامعة من الجامعات الكبيرة او جامعة من الجامعات اللي انت ما كنتش عايز اصلا تخشها بس اجبرت والمجموع بتاعك جاب لك المجموع ده، هو ده اللي هيقول انت انسان ناجح او فاشل. دي انا يمكن حريصة جدا ان انا اقولها النهاردة عشان تفتكروا. في ناس كتيرة جدا دخلت كليات مش القمة ومش الكليات اللي كانوا عايزينها، واصبحوا شخصيات عظيمه في المجتمعات اللي حوالينا، مصر، الوطن العربي كله، مصر، السعوديه، امارات، بره. في ناس سابوا الدوله وسابوا الاماكن بتاعتهم وراحوا اشتغلوا حاجات اقل وبقوا بيزنس مان وبقوا عندهم من النجاحات اللي تقول ايه ده؟ ده كان بيشتغل كذا، ده ما نجحش في الثانويه عامه، ده ما جابش مجموع في الثانويه عامه. فخليكوا دايما عارفين الثانوية عامة مهمة بس مش مصيرية، مش هو ده اللي هبني عليه حياتي واقول انا النهاردة انسان ناجح عشان جبت في المجموع. لان احنا النهاردة برضو مرة تانية افتكروا كده، السنة اللي فاتت اللي نجحوا في الثانوية العامة موجودين ربنا يديهم الصحة، دخلوا الجامعة، دخلوا في امتحانات اخرى في حاجات تانية مش باين لهم معالم، ان كانوا هم من المتفوقين في الجامعه حطوا كارير. اللي انا عايزه اقوله باختصار شديد جدا، احنا اللي بنصنع مستقبلنا، احنا اللي بنصنع نجاحنا، مثابرتنا، ايماننا بنفسنا، تقويه مهاراتنا، فكره ان انا مش بس مكتفي بان انا شاطر في اللغه الانجليزيه، لا ده انا بشاطر في الانجليزي والفرنساوي وفي الكمبيوتر. لو انا عندي مهنه اجود، اروح اخد كورسات زياده، اشوف اونلاين كورسز مجانيه لتقويه الحاجات المواهب اللي انا عندي وممكن استغلها في الحياه. المهم الف مبروك لولادنا اللي نجحوا، هارد لك لولادنا اللي ما نجحوش، وده مش نهايه الدنيا، ومش عايزين بقى انتحارات وسويت ونرمي نفسنا من رابع دور لانها ما تستاهلش. عندنا طول ما انت عايش، طول ما فيك نفس، وطول ما انت تقدر تدي، الحياه هتديك حاجات تانية كتير، مش من اول امتحان بتتكعبل بتقع بتتكوم وتفضل نايم جنب الحيطه. بس احنا حابين نقول لكم الكلمتين دول لان مش عايزين نخش تاني في مجادلات ورعب الثانويه عامه. احنا عايزين نكسر التابو ده. الثانويه عامه جت ما جاتش، في بكره وفي حاجات تانية احلى وفي مستقبل تاني انت تقدر ترسمه لنفسك. فدي مش معنى كده ان انت فاشل، ومش معنى كده ان انت جينيس وزويل واصبحت من المتميزين. لسه الحياه قدامنا
ولسه الامتحانات جاية كتير. ده بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة. الخبر